السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي في مطبخ جيجي مرابي. هو النهاردة إن شاء الله هنعمل بروكلي. تمام، دلوقتي في حاجة يعني بسيطة بس مختلفة. احنا طبعا جيت أنا كنت عايزة قرنبيط ونفسي رايحاله بجد، يعني بنحب القرنبيط، فملقتش. تاني يوم ملقتش، رحت قلت ما اجيب بروكلي واقليه. جربته قبل كده المقلي، كان طعمه صراحه تحفه وجميل. تمام، فقلت خلاص نجيب بروكلي. الشجره بتاعتها، ولو جربتها بجد يعني هتعجبك. وكمان فوائد البروكلي حلوه جدا جدا، حلوه تقويه المناعه والرئه، يعني ما شاء الله فوائده كتيرة. تمام، ففي يعني حاجة بسيطة خالص، بس يعني تختلف شوية عن القرنبيط. انا جايبة مية بتغلي عشان بس ريحته، بحط حبة كمون حبة ملح حبة فلفل اسود، ماشي. حطيت المية عشان تغلي، اسلقه من 5 لـ 6 دقايق في المية مغلية. فبحط في المية ملح، فلفل اسود، حبة كمون صغير. مش عايزة تحطي كمون ما تحطيش، مش في كتير ما بيحطوش يعني، انا بحط طبعا. ما فيش حد بيقلي، انا بقلي. وفي مرة تانية ان شاء الله ممكن في فيديو تاني نعمل لكم شوربة البروكلي باذن الله، وممكن بعمل لكم برضو البروكلي بالمكرونة. المية غليت، بس بحطها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ساعدين يا جنى. وبعدين حطينا ميه، صح والله. انا زودت الميه صح زي ما انت قلتي حبيبتي كده. تمام يا جماعة، بشيل المصفى وبجيب دي. طبعا لازم يكون جنبي مية ساعة عشان لما يغلي ويستوي، عشان احتفظ باللون الاخضر بتاعه. فبعد ما بيطلع نحط فيه المية الساعة. هبص في الساعة بقى، اول ما ابتدي يغلي هسيبه 5 دقايق لـ 6 دقايق زي ما قلت لكم، ونطلعه هنا اهو عشان الميه الساعة عشان يحفظ حضاره. تمام يا جماعه كده، المهم يكون مش مستوي قوي يعني، عشان ايه هيتحط في النار. وهرجع لكم تاني. ورجعنا لكم اهي. انا اسفه نسيت اقول لكم ان انا في الاول بعد ما قطعته كده هو في البهارات الصغيره الحلوه دي، ما قلت لكمش ان انا نقعته في ميه وخل. تمام، طلعي واحده واحده اهي في الميه. انت طالعه انا؟ لا ماشي. صفي الميه سخنه او في الميه برد. تمام يا جماعة، فات براحة 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 عشان ما تقعش واحدة عليكي.
بالفعلك. شايفينها كذا؟ بعيد الشر. شايفين كده يا جماعه اهو؟ سلقته اهو. شوف الكونفيتي. كل لون اخضر كده وجميل لما بيتحط في الميه الساقعه. ودلوقتي بقى هنعمل بقى خلطة البروكلي. انا كنت عملت قبل كده قرنبيط في فيديو قبل كده ونفس الخلطة. ده كركم، ده نشا، ده دقيق. تمام. ودي خلطة ثوم، حط عليها كمون وملح وفلفل اسود، بحطها كده على الخلطة. هسقيها طبعا شوية مية. حابة اغيرها كده، حد واقلبها كده لحد ما تبقى ايه متماسكة. زي ما انت شايفه كده، يعني شوية مية تاني. انا بعمل بالراحة بس. بس ما امطرش على الراحة. نقلبها كده ساعد شوية مية صغيرة كمان. تمام. نحط اربع بيضات او على حسب ما انت حابه. تمام. وبقعد اقلب 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 لحد ما ايه، هو انا زودت الميه غصب عني. طبعا محضره جنبي شويه خضره مشكلين، بحطهم عليها برضه. شبت، بقدونس، كزبره، قرفس. وفي بتحب تحط البقدونس بس. انا لقيتها خفيفه مني، وقعت شويه ميه غصب عني زياده، وانا عايزاها متوسطه مش عايزاها تبقى ايه تقيله ولا عايزاها خفيفة. فبحط شوية حبة دقيق كده. واقعد اقلبها برضو كده.
تبقى اعمل كده ايه، عملت عليه مي تبقى كويسه. تمام طبعا بقى عشان زود دي هزود حبه ملح عشان ما يبقاش دلع. نقلبها زي ما انت شايفة كده اهو. ونجيب بعد كده البروكلي بتاعنا اهو نفرده كده. وبدلق عليه الخلطة كلها. لما تعصى بقى كلها كده ايه كلها كده. بسيبها شويه كده بقى 10 دقايق ربع ساعه في الخلطه بعد ما اقلبها كده في الخلطه اهي كلها. اهم حاجه المهم اللي اغسلي ايدك كويس. انا بغسل ايدي كل شويه يعني مش انا نظيفه والحمد لله زي الفل. وايه ما تزعجيش جامد يعني بالراحه، بس انا بقلبها بحط ايدي كده واتنيها كده اقلبها كده ارفعها كده واقلبها كده ده ايه من تحت لفوق ومن فوق لتحت عشان كلها ايه تتعص. تمام اسيبها بقى شويه وارجع لكم. جبت الطاسه وحطيت فيها زيت، جبت احط فيها مناديل المطبخ بسم الله الرحمن الرحيم. بقلي البروكلي كده انا بعصها زي ما انت شايفه كده. وبتابعها بقى باخد بالي بقى لو ايه اتحمرت كده بقلب على الناحية التانية ايه اتحمرت شوية. واحدة واحدة زي ما انت شايفة كده بلاقي بقى مكان كده فاضي. عشان ما اطولش عليكي في الفيديو هعليه كله زي ما انت شايفه كده وارجع لكم تاني. اذا قريت اهو جزء كده منه اهو
والله بجد طعمه روعة، طعمه جميل جدا ومقرمش وحلو. هي اول طاسة بس ايه بتغيب شوية معاكي عقبال ما الزيت بيسخن معاه وكده ويجي اللون بتاعه. هو بقى بالشكل ده الجميل ده، يعني هو انا بطلع على القد، فطبعا لما بعمل على القد يعني احنا دلوقتي انا نفرين انا بنوتي، فبنعمل شويه على قدنا، ولما بنجوع تاني بطلعه من الخلطه. انا حطاه في الثلاجه ومغطياه في الخلطه وايه وعلى الزيت، افتح الزيت واحط برده على المناديل. اذا ما كانش عندك المناديل اللي هي الورق دي بتاعت المطبخ، ممكن تحطي طاسه او طبق وفوقيها مصفه وتحطي في المصفه يسقط الزيت. وممكن بقى تشكليها بقى بشويه خضره حلوين، وبالف هنا وشفا على قلبك، واقول لك يلا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع فيديو جديد ان شاء الله.